السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإنسان، قد تكون غريبا في مجتمع يفترق ويختلف عن المجتمع الذي عشت فيه وعاصرت حياتك في أرجائه. والعادة أن الإنسان الغريب في مجتمع ما يجب أن يكون ذا أخلاق عالية وآداب جمة، ويكون خلقه سويا ولا يثير أو يختلق أو يفتعل أي مشكلة. لذلك قال الشاعر وهو يحدد ثلاث صفات من صفات الإنسان الغريب، قال: يزين الفتى إذا ما اغترب، ثلاث فمنهن حسن الأدب، وثانية حسن أخلاقه، وثالثة اجتناب الريب. ولا شرح لهذه الأبيات، كونها واضحة ملموسة الواقع. ألا فلنتعظ يا رعاكم الله.